عارفين ان كريم كان عنده اصابه في غضروف الركبه، وبالتالي عمل هذه الجراحه في المانيا. هو بيقوم طبعا خلال الفتره دي بجلسات علاجيه بيخضع عليها وفقا للبرنامج اللي وضعه طبعا الطبيب الالماني لكريم نيدفيد، واللي عمل له كمان جراحه الغضروف في الركبه. لعيب مهم جدا كريم نيدفيد، واعتقد كل جمهور النادي الاهلي يعرف مدى اهميه هذا اللاعب، وكل جمهور الكره المصريه بشكل عام، لان نيدفيد اكيد ان شاء الله في المستقبل القريب جدا هيكون من العناصر الاساسيه جدا في منتخب مصر، لانه عنده قدرات بدنيه ومهاريه ودفاعيه وهجوميه كمان. كريم نيدفيد هتفيد بشكل كبير جدا الكره المصريه سواء النادي الاهلي او منتخب مصر ان شاء الله باذن الله. هو في يعني خلال الفتره دي بيعمل الخطوات الاولى على طريق العوده من جديد للمشاركه في التدريبات الجماعيه مع المجموعه بشكل طبيعي عقب الانتهاء بشكل كامل من البرنامج اللي هو بيخضع ليه خلال الفتره دي. من ضمن المصابين كمان علي لطفي. علي لطفي عنده اصابه في الركبه او بعض الالام في الركبه، فبالتالي عنده فحص طبي قبل انطلاق مران الفريق النهارده، وكمان شويه هيكون معانا كمان زميلنا شريف شعبان عشان نطمن منه على كل هذه الامور. علي لطفي هيتم تحديد طبعا فرص مشاركته في المران بعد الفحص الطبي اللي هيتعمل له ده، بناء عليه هيتم تحديد امتى علي لطفي يقدر يشارك في التدريبات مع الكابتن طارق سليمان ومع شريف والشناوي بشكل طبيعي، ومع مصطفى شوبير او احمد طارق سليمان ايهما يعني اللي يكون متواجد معاهم. فبالتالي ان شاء الله علي لطفي من اللاعبين المميزين او الحراس المميزين. الجمهور النادي الاهلي خد باله من قدرات هذا اللاعب متاخرا شويه، وخصوصا ان هو كان شارك في الحقيقه يعني كان شارك لبعض الفترات سابقا قبل مباراه فيتا كلوب، ما كانش بالمستوى المطلوب او يعني ما كانش بالمستوى المأمول اللي كان بيتكلم فيه جمهور النادي الاهلي او اللي كان بيتوقعه جمهور النادي الاهلي. دي لقطات بالمناسبه لعلي لطفي، بنشكر طبعا مخرجنا الكبير بيبو طبعا ان هو جايب لنا هذه اللقطات. فبالتالي عنده قدرات كويسه قوي، شفناها امتى بقى؟ بدايه من مباراه فيتا كلوب وكمان مباراه المصري اللي كنا بنشوف لقطاتها دلوقتي. فهو بالتالي حارس مميز جدا. كل الحراس في النادي الاهلي على مستوى عالي جدا، ممكن فترة أو بعض الفترات بيتعرض الحراس لاهتزاز في المستوى، ده شيء طبيعي، أي لاعب كمان مش الحراس بس بيتعرضوا لهذه الجزئية، لكن دايما الأهم إن أنت تكون عندك الشخصية بتاعة لاعب النادي الأهلي وحارس النادي الأهلي، والشخصية دي في الحقيقة بتتوفر في كل الحراس الموجودين سواء الثلاثة الكبار أو حتى الاثنين اللي بيتم تصعيدهم من قطاع الناشئين. فإن شاء الله قريبا جدا علي لطفي يعود للتدريبات. الفحص الطبي أكيد كان أجري ليه النهاردة عشان نشوف الأمور بالنسبة له ماشية إزاي. طب حلو قوي، خلينا نروح